بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دردشة، وهذه المرة في مولد الإمام علي الهادي عليه السلام في عام 1435 هجرية. هذه الليلة سوف نقوم بمقابلات أكثر مع بعض خدام الإمام الحسين عليه السلام إلى هناك. كل فرح يا ناس تبارك الأعراس. الليلة احنا قاصدين الأخ العزيز، لا خلني وياه فلنا قاعدين في نفس المكان. ايه الليلة احنا قاصدين الأخ علي حميد، رجل إليه باع طويل في خدمات المأتم من سنوات، وجه معروف جداً. حجي علي، أول شيء نرحب بك ومبارك لك. الله يبارك حياته. الله يسلمك إن شاء الله. أبو حسين، أبو حسين عدل مو أبو حسين، متى بديت أنت خدمة المأتم؟ على أيام المرحوم ولا جاسم، يعني في الثمانينات. أنت لحقت على بناء المأتم أول شيء؟ إنزين، وإيش كان الفرق بين قبل، سواء في الحضور، في الخطيب، في تنظيم الماتم؟ يعني لو تكلمنا عن أيام الماضي الجميل. الأول أحسن أنا عندي من الحس. من أي ناحية؟ في الحضور، كل شيء، يعني في الخدمات. يعني تحس من قبل كان في تفاعل أكثر. إنزين، بس الخطاطيب ناس واجد يقولون إن من قبل الملالي ما يطرحون نفسه. أفكار الحين غير، يعني المواضيع الحين تحسنة. مبلا. زين، بالنسبة إلى الخدمات في الماتم، أنت كونك في الخدمات سنين، أو يعني الحين تطورت واجد. مبلا. زين، أنت وش تشوف الحين الخدمات، وش اللي تحتاجونه أكثر حق تطورون من الخدمات؟ يعني تحس ان كل شيء متكامل هني، كل شيء اوكي، حتى في الماتم الجديد. يعني لو نفس ما كنتون هني تروحون للماتم الجديد، الاشياء بارزه، مو نفس الحين يبرزون صبايان شغل يبليها وما دوا اختلاف. هنبلا. على كل حال احنا حبينا نشكرك على خدمتك الطويله، وهذا مجرد يعني شيء بسيط من اللجنه الاعلاميه، والله يعودنا وياك ان شاء الله. الله يسلمكم ان شاء الله. يلا حياكم الله. مشكورين وحياكم. محتشمين يا أهل الإيمان، فرحكم لا يحضر الشيطان، لجلك الخير يغمر العرسان، لجلك الخير يغمر العرسان. هذه المرة نقابل أحد الشباب النشط في المأتم، الأخ أحمد جعفر الحلاوي، وهو الآن موجود في وظيفة الإمام الحسن الموجود بقرب المأتم إلى هنا. أستاذ أحمد، السلام عليكم. صوره هو يقلي الآلو، صوره هو قاعد يشتغل. أستاذ أحمد، يصير نسويك مقابلة؟ ندخلك داخل يعني؟ يلا نروح داخل. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. أكو هني الشباب ما شاء الله كلهم قاعدين يشتغلون، يسوون شيبس. هذه الليلة ليلة المولد، قواك الله حجي أحمد. بس كذي أنت ما بتطلع وجهك يعني. يلا أنا بقعد صوب الطو صوب الضو. حجي أحمد متبارك بهذه الليلة. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. سلام. حجي أحمد، أنت الحين ما شاء الله من الشباب النشط في الخدمات، في الزنجيل، في العزاء. سؤال بسيط يعني، انت ويش تشوف السلبيات الموجودة حاليا لنحتاج ان احنا ننظر فيها
للارتقاء بالعمل في خدمة أهل البيت عليهم السلام؟ أول شيء هني العلماء العظام والأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة، وتعال شيله محمد حسين، أحب هني الأمة الإسلامية جمعاء والعلماء العظام بهذه المناسبة وهنيكم. النقطة، جوابي على نقطتك، هي من المفترض الكبار في السن الخدام اللي كانوا في الخدمة من سنين، المفترض ان يلمون شوي الشباب وياهم، يحاولون يقربونهم من الخدمة، يحاولون يلمون الشباب وياهم، تكون الخدمة مو محصورة، نرتقي شوي بالخدمة، تكون الخدمة حق للكبير والصغير، وكلنا نقدر نخدم أهل البيت بأفضل صورة. أحسنت أحمد على الجواب. الحين أنت موجود يعني تقريبا في أكثر شيء في الخدمات مال المأتم بالخصوص، وش تشوف بالنسبة للخدمات في الوقت الحالي في المأتم؟ هل فيها تطور؟ فيها انتكاسة؟ وش يبغى لها حق نقدر نقومها أكثر؟ أنا أشوف نقطة واحدة، الخدمات في المأتم ناقصنا هادلين الشباب، ناقصنا حضور الشباب، يعني لو القائمين خصوصا الإدارة يحاولون يلمون هادلين الشباب داخل الخدمات في المأتم، يحاولون يقربون الشباب ويسحبونهم لهذه الخدمة، أتوقع بيكون كل شيء على أحسن ما يكون، خدمة الإمام الحسين ما بتوقف، بس اللي أعتقد إن هذا الشيء الوحيد اللي ناقص، الشباب يكونون موجودين. لأن سؤال شلون نقدر نقربهم؟ سؤال بسيط أدى إلى قطع المقابلة. أستاذ أحمد، وصلنا إلى سؤال إنه شلون نقدر نجتذب الشباب إلى العمل في المأتم بالخصوص؟ يعني الشباب في هذه المرحلة يكون شوي مندفع، ويكون ما قاعد يشوف مسؤولية واحدة، بس لو نعطيه مسؤوليات محددة ونحاول نجذبه إلى المطبخ، إلى الخدمات، إلى خدمة أبو عبد الله الحسين، ما أعتقد يعني إنه بيتخلفون، وأعتقد بنشوف الخدمات عندنا كلها شباب وبيخدمون على أحسن صورة يعني، بس إنه نحتاج نعطيهم أهمية عشان يواصلون في الخدمة إن شاء الله. سؤال أخير أستاذ أحمد، بس رسالة توجهها إلى إدارة المأتم، ورسالة أخرى توجهها إلى المجتمع المحيط حولك. رسالة وجهها إلى المأتم، يعني أهمية، وهذا أهم شيء أنا عندي، يلمون الشباب، يحاولون يخلون الشباب قريبين في الخدمات، في كل شيء، يحاولون يدخلونهم وياهم، لأن بيكسبون جيل ما بينتهي، جيل ورا جيل من الخدام، وأنا كل ثقة كل ما حاولوا يتقربون يجذبون الشباب ليهم بيحصلون جيل دائما يخدم الحسين. ورسالة إلى المجتمع، إحنا كل شيء عندنا من الحسين وإلى الحسين، وأتمنى من الكل ما يقصر في أي خدمة، كان مضيف ماتم، خصوصا الماتم، كل ما إحنا شباب ملينا وقمنا نخدم الخدمة ما بتوقف إن شاء الله، وإن شاء الله كل شيء عندنا من الحسين ولا الإمام الحسين. بعض الناس الحركيين والنشطين، ومجرد من يعني هدية تقديرا منا لخدمتكم، ان شاء الله الله يدوم وياكم ان شاء الله. كل فرح يا ناس تبارك الأعراس، رفعوا بسعادة الراس، هو يحسدكم الألماس. صلاة الله على النبي المختار، حبيب الله وآله الأطهار، محبتهم تضوي ليل نهار، هوى الزهرة وحب علي الكرار، هوى الزهرة وحب علي الكرار، وبالسبطين شاعت الأنوار، محبتهم تضوي ليل نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل هذه الليلة اللقاءات
احنا في وجهين شبابيين هما الاخوين حسين منصور وحسن منصور، يعني دائمين الحضور في الماتم في الدعاء. انا شخصيا عاصرتهم من ايام التعليم الديني في المسجد، من كنا ندرسهم الحين صاروا هم مدرسين، فاهلا وسهلا فيهم ومتباركين بهذه الليله. الله يبارك حياتك الحين. اي واحد منكم حسن؟ حسن هذا حسن عادل. زين، احنا اول سؤال نبغى نوجهه اليكم، في الماتم انتونا كونكم هذه السنين موجودين في الماتم، شنو الرسالة اللي تطمحون ان هي تكون تخرج من الماتم بحضوركم كشباب، من ناحية الخطباء، من ناحية تأثير على المجتمع؟ اتمنى من اي خطيب يجي يدعو الشباب على طول يجون الماتم، لان اساس الماتم اي في القرية كامل الشباب، يعني يدعمهم بالمواضيع ماله حق يشجعهم انهم يجون. بس الشباب ايضا في منهم قصور في الحضور، ما تلاحظ هذا الشيء؟ فيهم قصور، ما دام الشيخ يقدر يجذبهم مواضيع لازم يجون. يعني تعتقد ان الاسلوب له اثر كبير؟ زين، سؤال نوجهه الى حسن، بالنسبه الى انشطه الماتم، هل انك تشوفها انها كافيه انها تجتذب الشباب، او ان فيها انت عندك مثلا اقتراحات لتفعيل يعني التفاعل بين المأتم وبين المجتمع بشكل عام؟ هو كل ما يعني صار برامج فيها حث الشباب، يعني مثلا نسح الادعيه، يعني بدل ما تخلي مثلا انه واحد كبير يعني معروف يعني من قبل انه كله يقرا والله شيء يجدد، يعني خلي الشباب حق انه هو يجون بعدنا. امبلا ممتاز. بس يعني الحين مثلا في رمضان، احنا جاي مثلا رمضان، هل تشوف ان فعاليات المأتم كافيه والله يحتاج اليها بعض المراجعه او تطوير؟ لا، هو يبقى لهم مثلا الحين جاي شهر رمضان، يعني يعدون خطه، مثلا الحين باقي عليه كم شهر تقريبا ولا شهر ونص، يعني يشوفون لو الناس يعني نص الشباب اللي عرفوا يقرا قران والله يعني يعرف، بس يعني يبقى بس يعني شوي حق تاجيل والله شيء، لو يدربون على موعد شهر رمضان حق واحد مثلا يعني يجول المسجد والله شيء حق قراءه. بارك الله فيكم. انا بس بغيت في ختام هذه لقاء قصير جدا رسالة توجهون، رسالة سواء إلى 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 المأتم وإلى المجتمع في هذا الختام. أتمنى لكل الشباب أنهم يجون المأتم ويشاركون في كل فعاليات، ولا يبعدون روح مع المأتم والمشروع، حتى المشروع التعليم الدين قد ما يقدر يجون فيه. بارك الله فيك أخ حسن. هو يعني النصيحة يعني حق الشباب، يعني له المأتم هو حق جمع الكل يعني في الديرة، وآخرة يعني أولا يعني الماتم هو المحل حق الناس تجمع، هو إيش اسمه والحل يعني له حق يعني له تطوير الدير مثلا والله، يعني حق له إيش اسمه تبون تغيير حق الناس، له المفروض نحضر حق الماتم حق يعني الناس شوفت يعني مثلا حق تجديد شيء وإيش اسمه له فعاليات والله خلطة عن الشباب ويا قدامه، لازم يعني الحضور أولا. الحضور هو شيء أساسي. احنا في الختام نشكركم أستاذ محمد، إذا تجيب لنا الهدايا بس هدلين قدمهم للشباب. احنا بس حبينا نشكركم، هذه نهاية المقابلة، والله يعودنا وياكم. هذه هدية إلى حسن، إلى حسين عفوا، والهدية الثانية إلى حسن، الله يعودنا وياكم إن شاء الله. مشكورين. علي وردة والحسن عطرة، هلا بك يا محفل العطرة، أملنا حسين فايض بنهرة، أملنا حسين فايض بنهرة، علي السجاد واجب الذكرى، هلا بك يا محفل العطرة. حياك حياك ابو علي. هذا السلام عليكم جميعا، متباركين بهذه الليله العشاء دال ما شاء الله.
الحمد لله. محمد جاسم انت قلت لي ان انت مشغول يعني اسمح لنا على المفاجأة. مي مفاجأة ان شاء الله واسعد بلقائكم. بارك الله فيك استاذ محمد، انت قد الامكان حاولنا نصيدك يعني الحمد لله حين صدناك، يعني ما نصيدك الا على الاكل الحمد لله الحمد لله. زين احنا في هذه الليلة اول شيء نبارك لك مولد الامام علي الهادي عليه السلام، ونواصل في حلقاتنا حلقات دردشة، وبس بغينا نوجه سؤال بسيط لك الحين. انت كونك عضو في الادارة ومو جديد في الادارة، يعني صار لك عدد من السنين، شنو التحديات الأساسية اللي تواجهها الإدارة سواء في الخطط المستقبلية ويا المجتمع ويا الشباب؟ أهم التحديات في اعتقادي التخطيط، ثقافة التخطيط جدا مهمة نحتاجها في أعضاء مجلس الإدارة، تخطيط للمستقبل، إعداد خطة زمنية فيها حتى الميزانية والعناصر البشرية اللي محتاجينها والعناصر المادية اللي محتاجينها في هذه الخطة، وبعدها عرضها على الجمهور بحيث أن الجمهور بعدين يتبنى هذه الخطة، وإذا تبنى الجمهور هذه الخطة راح يتكاتف إياها ويكون لها حضور لأنه بيحس نفسه أنه داخل في حتى يمكن صياغة هذه الخطة. التحدي الآخر هو مجابهة حماس الشباب. احنا في قريتنا الحمد لله في عندنا شباب عامل عنده حماس زين، يمكن قاعد هذا الحماس يتعارض مع بعض العقليات او النمط السائد سابقا زين، فيحتاج النمط السائد سابقا انه يأقلم روحه ويمرن روحه على انه شلون يتعامل يا الشباب حيث انه يمتص الحماس وما يقتل فيهم روح المبادرة ولا يقتل فيهم التطوع اللي هم قاعدين يتطوعونه، لان في اوقات كثيرة انت اذا جابهت الشباب قد يروحون الى اماكن اخرى وقد يروحون الى جهات اخرى او حتى طرق اخرى الى على اساس انهم ينفذون ما كانوا يخططون اليه. أنت سعد محمد، لكن الحين نظرا لهذه السنين اللي أنت موجود فيها تحس إن في تطور في العمل الإداري تنظيميا تفاعليا يا المجتمع من ناحية حتى يعني الإفادة إلى المجتمع، خلنا نقول خطباء هو الشكل الأساسي هو الخطيب اللي قاعد يفيد المجتمع، لكن هل هناك تنوع في الفعاليات اللي يقوم بها الماتم؟ احنا نبغى نعرف هل هناك في اختلاف بالخصوص بين السابق والحاضر؟ في اختلاف بس للاسف بسيط، يعني مو ذاك الاختلاف اللي يعني يطمح اليه اي اداري يبغى يطور من المأتم ويطور حتى من جمهور المأتم. نحتاج الى ان احنا نخطط اكثر وننوع اكثر ونعرف شنو نحتاج احنا في القرية وشنو يحتاج الشباب من برامج ومن أنشطة بحيث ان توعيهم وفي نفس الوقت تخليهم ملاصقين الى المأتم. احسنت استاذ محمد، شنو اصعب موقف واجهكم في الإدارة؟ كان اصعب موقف يوم عاشر. يوم عاشر يعني معروف انه في غدا انزين، احنا قاعدين نسمع الملة وكان المفروض صوبي ترتيب الغدا لان انا متفق هي اشخاص كانوا هم دائما يسوون يوم عاشر وقالوا لي انت تصرف واحنا مندفع الفلوس. المهم فصار اتفاق او لا هم قالوا يعني اللي فهمت منهم انه قالوا احنا بنتصرف هي الطباخ ومنجيب لكم الغداء. واحنا قاعدين نسمع خلص الملة برا ظلوا سيد يعني اصطفوا كالعادة على اساس انه يحطون لهم في صفاريهم.
اتصلت الى الطباخ له يقول ما عندكم اوردر، قلت له تاخرتم علينا، له يقول ما عندكم اوردر. اتصلت للشخص اللي متفق اياه قال انا اعتمدت عليك انت تسوي الاوردر، قلت له عفوا انا فهمت منك ان انت اللي بتسوي الاوردر. الحين وش اللي يخليني، وش اللي يواجه ذلين الجماعه اللي مصطفين كل واحد بصفرين يعني. قلت يلا ما دام الخطا منه روح انت وجابهم. فرحت ليهم، فعلا كان الموقف صعب، انا حتى الجماعه كانوا قاعدين هنا، طلعت الا فعلا سيد، تعرف يوم عاشر العدد كبير سيد وكل واحد بصفريته والغدا ما فيه. فقلت لهم اسمحوا لي يا جماعه خطا، خطأنا وبالذات انا ما في غدا اليوم لسوء فهم صار، لكن سبحان الله يعني ما كنت متوقع ردة فعلهم. كانت ردة فعلهم جدا جدا إيجابية، قالوا حصل خير، وفي بعضهم قالوا إن أكو في الديرة مثلا فدا نروح نشوف، في ناس قالوا بيروحون الشاخورة، بس كانت ردة فعلهم جدا إيجابية، وهذا أعطانا انطباع بأن هم في بين الإدارة وبين الجمهور رضا، لأن لو ما كان في رضا كانت هذه مناسبة أصلا حق الشوشرة. فالحمد لله، بس في واحد قالها كان يمزح، بس قالها قال رحمك الله يا أبو ميرز كنغزة يعني. أحسنت أستاذ محمد. في الختام بس احنا نبغى نعرف منك توجه المستقبلي، هل هناك في خطة مستقبلية راح ترتقي بالعمل الإداري في الماتم؟ أنا أعتبرني موجود إياكم يعني. أهم خطة إلى ارتقاء بالعمل الإداري في الماتم هو صياغة لائحة داخلية للماتم تحدد مسار كل عضو موجود فيها، وفي نفس الوقت مثل ما قلنا إشاعة ثقافة التخطيط، بحيث أن كل إداري في المأتم عنده نظرة مستقبلية وعنده فكرة التخطيط على أساس ما يكون العمل عشوائي. هذه أهم نقطتين يعني في في المستقبل القريب أن احنا قاعدين نمشي عليها، على أساس وفي نفس الوقت تقوية العلاقة بالجمهور من خلال لقاءات، من خلال حتى لقاءات جماهيرية، والجمعية العمومية إن شاء الله قبل شهر رمضان راح تكون إحدى هذه اللقاءات. ففي عندنا ثلاثة أشياء حق التطوير الإداري، اللي هو التخطيط، صياغة لائحة داخلية، وزيادة العلاقة بالجمهور. أحسنت أستاذ محمد، وإحنا نتمنى إلينا جميعا وإليكم بالخصوص التوفيق في الارتقاء بالعمل، وإن شاء الله كل هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في الختام مجرد هدية بسيطة هي للعاملين في الماتم، وإن شاء الله الله يعودنا وإياكم إن شاء الله. أشكركم. في الختام حبيت أشكر اللجنة الإعلامية، وهذه اللجنة للأمانة هي من الأشياء اللي تطورت ولا زالت قاعدة تنظر إلى أنها تطور من نفسها. وجود شباب الحمد لله في هذه اللجنة مما يعني نشر تقريبا معظم فعاليات المأتم بصورة، هم يطمحون للأفضل بس بصورة فعلا بينت للآخرين والجمهور بأن هناك نشاط في المأتم، وهناك لجنة إعلامية قادرة على أن هي تحيط بكل أمور المأتم. موفقين إن شاء الله لكل خير وإلى الأمام دائما. حسن شكرا أستاذ، شكرا، مع السلامة.